صداح المهباش مهندس الإشراف في مشروع الجسر. نحن الآن في المراحل النهائية لأعمال مشروع الجسر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمشروع الجسر، ويتم الآن العمل على أعمال الإكساء من درابزين وإنارة وأرصفة. إن أهمية الجسر في الرقة كونه سوف يتحمل كافة الحمولات الثقيلة من شاحنات وقوافل تجارية، ويربط كما تعود أهمية هذا الجسر أنه يربط بين ضفتي النهر في بين منطقة الشامية ومنطقة الجزيرة، ويختصر المسافات بين مدينتي دير الزور والطبقة. ومن أهم العقبات التي واجهتنا أثناء تنفيذ مشروع الجسر هي فيضان نهر الفرات، كونه ارتفع منسوب المياه أدى إلى إعاقة في العمل ضمن قواعد الجسر، السبب الذي أدى إلى تأخير هذا المشروع عدة أشهر. وهناك أيضا ذكرنا سابقا وجود الألغام داخل المياه، وهي من مخلفات داعش. أيضا تم العمل مع الجهات المختصة لانتشال هذه الألغام ومن ثم متابعة العمل. كل هذه الأمور أدت إلى تأخير الجسر، ولكن الآن قد انتهينا من كافة الأعمال الإنشائية، وقريبا وخلال عدة أسابيع قليلة سيتم الافتتاح بشكل رسمي.